خلينا نستعرض مع حضراتكم كده اسماء ال 30 نجم اللي تم ترشيحهم للفوز بجائزه البالون دور. اندري اونانا النجم الكاميروني الصاعد حارس مرمى اللي انتقل من الانتر لمانشستر يونايتد، واحد من النجوم المرشحين للجائزه، وسنه بيبلغ او عمره بيبلغ حوالي 27 عام. فارديول نجم الليفر الجديد 21 عام ايضا مرشح للجائزه. نجم اريال السابق وكريم بنزيما عن عمر 35 عام، نجم طبعا ريال ونجم الاتحاد الحالي اتحاد جده كريم بنزيما، ونجم منتخب فرنسا مرشح ايضا للجائزه. جمال موسيالا او جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ ونجم المنتخب الالماني، وافتكروا الاسم ده كويس لانه واحد من اهم انا بقول الكلام ده على موسيالا من سنتين فاتوا مش من دلوقتي، واحد من اهم المواهب اللي طالعه في اوروبا، وهو بالتاكيد هيكون نجم الكره الالمانيه الاول في السنوات القادمه. ونجمنا طبعا جمال موسيالا 20 سنه امام محمد صلاح الفرعون المصري نجم ليفربول ونجم منتخب مصر اللي بالمناسبه رجع ينضم لقائمه روي فيتوريا استعدادا لمباراه تونس، 31 سنه ايضا من الاسماء المرشحه لتحقيق اللقب. وهرجع لصلاح في كلام كتير جدا عنه. جود بيلينغهام نجم الكره الانجليزيه وبروسيا دورتموند السابق وريال مدريد الحالي واللي بدأ متوهج جدا في الليجا، يمكن يكون اهم نجوم الريال في الموسم الحالي مع فينيسيوس جونيور عن عمر 20 عام، عن عمر 20 عام مرشح للفوز بالجائزه. بوكايو ساكا نجم الارسنال ومنتخب انجلترا 22 سنه ايضا مرشح للفوز بالجائزه. راندال كولومواني ايضا مرشح طبعا مهاجم بي اس جي ومهاجم منتخب فرنسا 24 عام مرشح للفوز بالجائزه. وواحد من اهم الاسماء المرشحه السنه دي للفوز بالجائزه نتيجه طبعا تالقه مع السيتي ونتيجه يعني مساعدته او دوره البارز جدا في تتويج السيتي بالثلاثيه دوري بريمير ليج وتشامبيونز ليج وكاس الاتحاد وكاس السوبر الاوروبي هو كيفن دي بروينا عن عمر 32 عام، ويمكن يكون واحد من اهم ثلاث اسماء ايضا مرشحه للفوز بالجائزه. طبعا خدوا بالكم يمكن السيتي تحديدا هو اكثر نادي مرشح منه عدد لاعبين للفوز بالجائزه، بس انا وانا بقرا الاسماء كمان عايزك تاخد بالك من معدل الاعمار، انه في اسماء كثيره قوي مرشحه لجائزه الافضل لجائزه البالون دور تتكلم في 20 سنه و22 سنه. وبرناردو سيلفا ايضا لاعب السيتي واحد من امهر اللاعبين الموجودين حاليا على الساحة 29 عام نجم طبعا البرتغال ونجم السيتي ودور مهم جدا مع السيتي أيضا في الموسم الأخير 29 سنة برناردو سيلفا. إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين عن عمر 31 عام وطبعا دور مهم جدا 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 وخصوصا في مباراة النهائي في المساهمة بتتويج الأرجنتين أو استعادة الأرجنتين للقب غاب عنها كثيرا. إيميليانو مارتينيز 31 سنة حارس المرمى الأرجنتيني مرشح للجائزة. خفيتشا كفاراتسخيليا طبعا نجم نابولي الإيطالي والحقيقة اللي مسمينه هناك كفارادونا، يعني طبعا نابولي هو النادي اللي لعب فيه مارادونا طبعا دييغو ارماندو مارادونا الاسطوره الارجنتينيه في ايطاليا لما احترف في الكالتشو الايطالي، فبالتالي في ناس شافت انه كفاراتسخيليا هو الامتداد الطبيعي لمارادونا فبقى اسمه عند جماهير نابولي النهارده كفارادونا. 22 عام وواحد من اهم نجوم الدوري الايطالي اللي صعدوا في الموسم الاخير وكان يمكن يكون مع فيكتور اوسيمين اللي اتي ذكره بعد شويه اهم اثنين لعيبه ساهموا في فوز نابولي او استعاده نابولي للقب الدوري الايطالي. روبن دياش طبعا الدوري البرتغالي والمدافع الابرز في السيتي ويمكن تقول كمان المدافع الاهم والاقوى في الدوري الانجليزي عن عمر 26 عام مرشح ايضا للفوز بالجائزه. نيكولو باريلا طبعا نجم الانتر الايطالي عن عمر 26 سنه، وفي اسماء حاضره من الانتر نتيجه طبعا مش هعتبر مفاجاه ده الطبيعي، لكن طبعا بعد غياب لفترات طويله جدا عن الوصول للمباريات النهائيه في بطوله بحجم تشامبيونز ليج بالتاكيد الانتر عمل انجاز كبير جدا الموسم الاخير، ويمكن مارتينيز لوكاكو
باريلا، هم كانوا ابرز الاسماء اللي ساعدوا الانتر على الوصول لفاينل تشامبيونز ليج. نيكولو باريلا 26 عام في اسماء المرشحه. الدبابه النرويجيه ايرلينج هالاند طبعا نجم السيتي ونجم النرويج عن عمر 23 سنه، هداف بريمير ليج، تحقيق ثلاثيه مهمه جدا في اول موسم ليه مع السيتي، تشامبيونز ليج كسوبر اوروبي وبريمير ليج، فبالتالي طبعا يمكن يكون واحد من ابرز الاسماء ايضا المرشحه للجائزه. ياسين بونو طبعا مع المغرب حدث ولا حرج، دور فاصل ومهم جدا في وصول المغرب لانجاز تاريخي بالوصول للمربع الذهبي في بطوله كاس العالم، وخصوصا ان في كتير من المحطات كان بونو هو بطل المشهد الاول، واعتقد كمان يمكن يكون الابرز في مباراه اسبانيا. ياسين بونو حارس مرمى الهلال الحالي عن عمر 32 عام ايضا مرشح لجائزه البالندور. مارتن اوديجارد موهبه او اكتشاف ارتيتا ونجم من نجوم الارسنال ونجم من نجوم الدوري الانجليزي عن عمر 24 عام مرشح للبالندور. جوليان الفاريز نجم الارجنتين ونجم المان سيتي ايضا عن عمر 23 عام مرشح للبالندور. الكاي جوندوجان لاعب السيتي السابق برشلونه الحالي عن عمر 32 عام، والدولي الالماني طبعا قائد منتخب المانيا عن عمر 32 عام مرشح لجائزه البالندور. وايضا من اهم واقوى الاسماء اللي هتنافس على اللقب السنه دي هو فينيسيوس جونيور الجوهره البرازيليه ونجم الريال مدريد، يمكن يكون النجم واحد من اهم النجوم، مش هقول النجم الابرز لكن واحد من اهم نجوم الليجا الاسبانيه مرشح للقب. ليو ميسي حتى وان كان في انتر ميامي وحتى وان كان بعيدا عن الكره الاوروبيه يبقى واحد من اهم الاسماء، وخصوصا طبعا مع تتويجه ببطوله كاس العالم وتحقيقه اللقب اللي كان ناقص له في السي في بتاعه عشان يكون حقق كل الالقاب والبطولات. رودري نجم اسبانيا طبعا واحد من اهم لاعبي خط النص في العالم في الوقت الحالي 27 سنه مرشح للفوز بالجائزه. لوتارو مارتينيز، وما ادراك ما لوتارو مارتينيز، لاعب يا جماعه صحيح طبعا صحيح ناس كتير بتلوم عليه وبتحمله مسؤوليه الاخفاق امام السيتي في نهائي تشامبيونز ليج، لكنه يبقى يعني دور واحد من اهم المواهب الارجنتينيه في الوقت الحالي، واحد من اهم المواهب في الدوري الايطالي، وبشوف انه لو انتقل لاسبانيا او انجلترا لوتارو مارتينيز قادر يروح لحتت ابعد بكتير من تواجده في الكالتشو. انطوان جريزمان نجم فرنسا ونجم اتلتيكو مدريد وبرشلونه السابق، واللي بيقال انه تلقى ايضا عرض في كلام على انطوان جريزمان والكره السعوديه او النوادي السعوديه عن عمر 32 عام مرشح للبالندور. نجم بولندا ونجم برشلونه الحالي والبايرن السابق روبرت ليفاندوفسكي عن عمر 35 عام، يمكن بنزيما ميسي ليفاندوفسكي هم اللي كسروا حاجز ال 35 في الاسماء المرشحه للفوز باللقب. واخر الاسماء في قائمه المرشحين طبعا جوهره فرنسا وجوهره بي اس جي كيليان امبابي عن عمر 24 عام، دوره الكبير الحقيقه وناس قالت انه يمكن كان السبب الرئيسي في وصول فرنسا للمباراه النهائيه، وكان يستحق الحقيقه المنتخب الفرنسي في كوره، يعني كوره مش اكتر من كوره، كان يستحق التتويج بصراحه في المباراه دي، لكن في النهايه خد مركز الوصيف. كيم مين جاي طبعا لاعب نابولي الايطالي السابق ولاعب بايرن ميونخ الحالي، واحد من اهم المدافعين في الكره الاوروبيه عن عمر 26 عام مرشح للبطوله. فيكتور اوسيمين النجم النيجيري اللي يمكن جه عندنا في مصر هنا وما تقبلش يعني اتعرض علينا هنا في مصر بس ما اقتنعناش بيه، وطبعا نجم نابولي الحالي واحد من اهم المهاجمين في الدوري الايطالي 24 عام مرشح للجائزه. لوكا مودريتش اكبر لاعب في القائمه او اكبر اسم في القائمه مرشح والحائز من قبل طبعا على البالوندور، مرشح عن عمر 37 عام للفوز بلقب الافضل في العالم. والختام مع هاري كين نجم الكره الانجليزيه منتخب انجلترا توتنهام بايرن ميونخ، ايضا هو اخر الاسماء الـ30 المرشحه للفوز بلقب الافضل على مستوى العالم جائزه البالوندور.